اليوم قررت ان ما اسوي ولا شيء، حرفيا ولا شيء كذا، بس ابغى اكون غرفتي على السرير ممكن. افصل، يعني حرفيا افصل عن العالم الخارجي تماما، يعني لا طلعة لا روحة لا جاية لا مشوار، حتى صورة على سناب وانستغرام ما ابغى احط، مع ان عندي اشياء كثير ابغى احطها، بس ما ابغى يعني ما ابغى احد يكلمني، عرفتوا؟ ما ابغى اتواصل مع احد عموما. هذا الشيء يصير لي اذا كذا كنت بعد ضغط شغل، طلعات مشاوير زيارات روحات جيات، خلاص احس انه لازم يجي يوم افصل عن كل شيء، انه خلاص اليوم بس لي انا، بسوي لي اسوي اي شيء، بس انه يعني لا اريد التعامل مع العالم الخارجي. فحرفيا يعني من سويت قهوتي وتقهويت وكذا وانا لسه على سريري قاعدة اتابع مسلسل في نصه تقريبا، مسلسل اختطاف، شيء غريب اني اتابعه لانه يعني دراما خليجيه ما احب اتابعها مره، بس الى الان انا واصله حلقه 7 الحين، مره عاجبني ومره ابغى اعرف النهايه ومره ابغى اعرف اشياء كثيره. كثير قالوا لي عنه اول ما كان نازل بشاهد، كثير قالوا لي تابعي، بس انه انا لا يعني ما ابغى اتابع. لمن كنا، لا مو امس، قبل امس كنا قاعدين كذا جلسه وقالت لي واحده من خالاتي انه لا حلو تابعي وكذا، وكانت الحلقه الاخيره يعني توها ظهر امس او قبل امس ما اذكر، بس انه قلت اوكي نتابع. قلت لكم هذه الجلسه بكمل عليها كل اليوم، حرفيا ما ابغى اسوي ولا شيء وابغى اخلص المسلسل. المهم اليوم كنت اجرب هذا الوافل، مره لذيذ مره حبيتها، بالشوفان والعسل. رحت قبل كذا يوم محل احب اخذ من عندهم سناكات وحلا وشوكليت وكذا، فقلت بما اني لسه يعني ما دخلت الاغراض بالدولاب وكذا خليني اوريكم ايش اخذت. طبعا شرابي منور منور ريحته كلها. هذا المحل من اكثر المحلات اللي احبهم عندنا هنا بالخبر، اي مسل، مره احب اخذ من عندهم سناكس، اشياء بروتين، تشيبس، بس هذه المره اخذت الاشياء اللي انا دائما اروح اخذهم، واشياء جديده علي يمكن شيئين او شيء واحد. ما كثرت علشان مو حابه اكثر اشياء زي كذا، يعني حابه انا اسوي بعد حلا بالبيت وشوكليت بالبيت، بس قلت اذا في ايام كذا ما لي خلق اسوي شيء ومضطره ومستعجله يعني اخذ هذه الاشياء. هذول كلهم جربتهم من قبل ما عدا هذا، هذا شيء جديد علي، بروتين بار دبل شوكليت بلانت بيست، هذا نباتي. هذا البراند بعد كل اشيائهم نباتيه، الشوكليت حقهم مره لذيذ مره يعجبني. هذا بالسولتد كراميل، كراميل مملح، وهذا بينت براوني، براوني فول سوداني، وهذا بينت باتر زبده الفول السوداني. هذا ويفر ومحشي كذا كريمه وشوكليت، مره احبه. فهذول كلهم جربتهم قبل مره لذيذين. ليش احيانا كذا اخذ اشياء بلانت بيست او نباتيه ما فيها مصادر حيوانيه؟ لان حلو التوازن، حلو الاعتدال، يعني ناخذ اصناف مشتقات حيوانيه اصناف مشتقات نباتيه، ما يمنع ما في شيء يضر يعني، بس كثره الاشياء من المشتقات الحيوانيه هي اللي تضر، لازم ننتبه شوي على نفسنا. هذا بروتين بايتس بالكوكونت بجوز الهند، هذه علكه بالقرفه، سبق واخذتها من عندهم ومره طول عندي لاني ما استخدمها كثير، بس اذا احتجت علكه. اهم شيء انها بلانت بيست وبلاستيك فري جام، يعني مو علكة بلاستيك زي علك السوبر ماركت. كنت اخذ علكة من اي هيرب، بس البراند بكبره طلع من اي هيرب، فلما شفت مواصفات هذه العلكة عندهم في اي مسل صرت اخذ من عندهم. عندهم نكهات بس انا حبيت السينمون يعني. وبس الله يسلمكم، الباقي اللي بالكيس هنا وهنا كله بروتين بانكيك. هذا البروتين بانكيك كان عندهم عرض، اذا اخذت 12 حبة يصير عليه خصم، فحبيت اخذ كل النكهات لان كل النكهات تعجبني، واصلا يعني المنتج نفسه يعجبني. اخذت مربى المشمش، بلو بيري، توت الازرق، فانيلا، كراميل، دبل شوكليت، فيا مره مره احبه. هذا بصراحه منقذي قبل التمرين، فما احب يعني اخذ الصباح مع القهوه عشان اخليه قبل التمرين. احيانا اذا ما امداني او اكون توني فاطره ما اخذ شيء قبل التمرين، اخليه هذا بعد التمرين. واحيانا لا يعني اخذ السموذي على حسب، على حسب ايش المود، ايش كنت ماكله هذاك اليوم، ايش كنت مسويه، فعلى حسب. لكن البروتين بانكيك هذا ما استغني عنه، احلى شيء جربته. فيا بس هذا كل شيء اخذته، هذول ما راح اخليهم عندي هنا، بوديهم المكتب ان شاء الله بكره، ما يخليك اصلا اروح اليوم، احتاج مع القهوة سناك وشوكليت. فهذه للمكتب. تذكرون هذه الفواحة من زارا هوم؟ لا
اللي اخذتها كيف 3 أسابيع تقريبا، ما ادري اسمها فواحه ولا معطر جو، المهم ما تستاهل ولا ريال، مره مقهوره منها، ما اشم ريحتها، تجنن ريحتها، بس ما اشمها بالغرفه. يعني كانت بالمكتب وقلت يمكن عشان المكتب مكان كبير ما راح تطلع فيه الريحه، قلت بجيبها الغرفه، غرفتي اصغر من المكتب بس يعني مو لهالدرجة. كل كذا يوم أقلب الأعواد اللي تحت تكون كذا مشبعة بالعطر، فأقلبها وأخليها فوق عشان يعني تعطيني يعني ريحة. ما في ريحة، ما كأن فيها شيء، مع إنه من أقرب منها ريحتها تجنن، بس حسافتها أبدا ريحتها مو مبينة. على العكس تماما من هذه ريحتها أوه ماي جاد، تجنن وفواحة، ما تتخيلون قد ايش يعني. بس اجي من جنب دولابي هنا ريحتها تفوح بشكل مو طبيعي، حتى حطيتها بسيارتي وريحة سيارتي تهبل، هذه تجنن وتسوى صراحة. ذكرت شيء، اي هيرب مسوين خصم 25%، وصراحة ما ابغى افوته ابدا لان ابغى كذا شيء من اي هيرب، حسيت فرصة مرة حلوة. على فكرة ايش استغليتوا خصومات وعروض من اليوم الوطني؟ انا تقريبا استغليت 3 أشياء، 3 عروض استغليتها. اول شيء كبسولات القهوة، بحط هنا فيديو لها، مرة يعني انبسطت لما لقيت انهم مسوين عليهم عرض، مرة لذيذة هذه الكبسولات، مرة لذيذة. لما شفت الخصم قلت لازم استغله، صار لي فترة ما استخدم كبسولات نسبرسو بس استخدمها، مرة لذيذة وريحتها حلوة، نكهتها حلوة، احبها مع الحليب مع انها قوية مرة، وعادي يعني حلوة اسبرسو، بس انا يعني احب الكبسولات اللي زي كذا مع الحليب، واحب البلاك كافي حقتي بلاك كافي بدون حليب. والشيء الثاني اللي استغليته عرض بوتيكات، كانوا مسوين عرض توصيل مجاني اذا كان طلبات فوق 300 ريال، فطلبت اشياء من بيت الصابون اللبناني، مرة كنت ابغى اجربها من زمان وعليها خصم بعد، فالحمد لله احس اني توفقت فيها. واخر شيء H&M مسوين خصم 25% بمناسبه اليوم الوطني، فكنت ابغى اشياء بعد من H&M، صار لي فتره حاطتهم بالسله. يوم الخميس كان اليوم الوطني عندنا، مره كان يوم يونس، مع اني ما رحت احتفلت بالشوارع وبسيارتي لا ابدا، بس النهار طلعنا ورحنا تقهوينا، استغلينا عروض القهوه وقعدنا نتمشى. يعني مره احب جو اليوم الوطني، بس انه بالليل لا، يعني احنا اجتمعنا مع اهلنا فكانت جمعه اهل حلوه، واي كان بيرثدي اسيل بعد، أسيل بيرثدي حقها كل يوم وطني 23 سبتمبر، جبنا كيكة. كل شي بحط لكم صورة هنا، فيا يعني أعطيتكم مختصر الأيام اللي فاتت، والحين برجع لمسلسلي لأن هذا كل اللي أبغى أسويه اليوم. تو خلصت مسلسل اختطاف، لا تحسبوني أمزح لما أقول لكم راح أجلس جلسة ما أتحرك فيها، بالفعل جلست جلسة ما تحركت فيها. الساعة الحين 7:44، طلبت السوشي وانتظره يجي، يعني بالطريق خلصت الحلقة الأخيرة، كلها 13 حلقة، فيعني شفتها خلال يومين من المسلسل. حبيت المسلسل، حبيت القصة، حبيت التويست اللي فيه، حبيت الحماس والأكشن، حبيت الحالة النفسية اللي طرحوها بهذا المسلسل. لو شفتها بنتفليكس تمثيل أجانب كنت بعد راح أحب المسلسل، لأن القصة حلوة. أتوقع أن في ناس كثير مو عجبتهم النهاية ويقولون سخيف وتافه، بس لا أنا حبيتها. طبعا في أخطاء، في سلبيات، في أشياء بالمسلسل، من أهم الأخطاء بحلقة 10 الظاهر كانوا يصورون مشهد كان في وراهم علم الإمارات، عرفت اللي يقول مسلسل سعودي بالرياض، ففي يعني أخطاء، في يعني حوارات ما لها داعي، بس حتى التمثيل حبيته، يعني مو سيء. لا ودي أتكلم بعد زيادة بس يمكن أحرق على ناس يبغون يشوفونه. فيا قولوا لي إيش رأيكم عن المسلسل لو تابعتوه تحت بالتعليقات، خلنا نسولف شوي عنه. صراحة ما توقعت ولا 1% إني أتابعه أبدا أبدا أبدا. النهاية بالنسبة لي صادمة، عرفتوا اللي أنا قاعد أقول بحرق أحداث، بس عرفتوا يعني لما شفت النهاية أوه ماي جاد، أحلى نهاية للمسلسل. لو سووا نهاية ثانية كنت بقول إنه أوكي، بس لا، النهاية بصراحة أحلى نهاية المسلسل، لأن الحالة النفسية اللي تكلموا عنها حقيقية وموجودة، هي حالة نفسية اسمها ظاهرة أو متلازمة ستوكهولم. بعد ما خلص النهاية قلت أنا متأكد أن هي لينا فيها شيء نفسي، يعني من هيئتها، من كلامها، من عقلها، من تفكيرها، صار فيها شيء نفسي، فخلاص يعني بحرق الأحداث whatever، بس انه انا حبيته. حسيت الملل شوي، بس يعني طول الوقت ابغى اعرف ايش راح يسوي هو صدق. كيف بقول كلمه، كنت بحرق الاحداث، عادي احرق حدث واحد بس
واحد بس سوى سكب كان نفسي يقبضون عليه، يصير اللي يصير في لينا، بس هو كان نفسي يقبضون عليه وبس. لا لسه ما جاء. هذا لا يعاد لي على الحلقة الأولى. ما توقعت تكتبتيه والله، ما توقعت تكتبتي مسلسلات أصلا. هو أبدا مو جوي المسلسل تعرفين يعني، مستحيل أتابع سعودي عشان كذا ما يعني ما شفت فارق أنا أصلا أشوفه، ولكن دائما ما بتابعه. أنت متى بدأت تتابعينه؟ يعني كان شفته كان لسه باقي 4 حلقات كذا ما نزلت. ما نزلت حلقة جديدة مع حلوة المرة. شفت حلقة بعدين وقفنا، شفت حلقة ثانية. يعني من زمان قاعد تتابعينه. بس ما كملت يعني، كان في حلقة اسمها هي بزيادة يعني. أنا عشان شفته كله ورا بعض عادي عندي يعني، ما حسيت. لا أحس أنا قاعد أقول بيني يعني قاعد أقول. إيه أنا قاعد أقول لو إني شفت كذا حلقة حلقتين مقطعة كان زهقت، يزهق شوي يعني، إنه هو أكشن لازم ورا بعض نشوفه. يعني مو مسلسل آي ونس رايق. وش رأيك تمثيلها اللي توأم خرافي. أول شيء كانت رافعة ضغطي، بس بدور لينا صراحة بدعت دور لينا مرة. أيوة غير يعني، أنا مستحيل أشوف لها دور طبيعي يعني زي ما هي طبيعية خلود، لا بس دور لينا هي فيه مرة عجبني. أخذت الدور صح. أيوة حتى طيف يعني طيفها اللي قاعد يطلع مستفز شوي يعني، بس إن الكلام النفسي هذا طالع على برا يعني كلام، عرفتي الشخصيتين تكون داخل شخصيتك، شخصية الشر وشخصية الخير. مخك أيوة على قولتك، مخي قال لي متزوجين من جد. مين متزوجين؟ ماجد ولينا. تمزحين تمزحين والله. زوجي وقت كورونا اتوقع. اوه ماي جاد، ما شفت الموضوع اكثر عشان ما احرق عليهم سلسلة، بس اتمنى طلع من متزوجين. اوكي صدمتيني. اعرف هذاك اللي مثل فرشاش مستفز دوره، مستفز دوره، احس اللي حبوه برشاش كرهوه باختطاف. مرة أحس إن هذا أول مسلسل له تمثيله ما كان حلو زي رشاش. تمثيله في رشاش مرة أحلى. أول مرة أصور الكاميرا تحت هنا وأنا بالسيارة أسوق، بس أنا ما عندي وقت وأبغى أتكلم. الحين أنا موقفة في الإشارة، الإشارة توني موقفة فيها ومرة يعني زحمة. المهم بروح الحين، عندي أشياء من H&M برجعها، وعلى أساس إني أقابل واحدة من البنات اليوم، بس في آخر لحظة كنسلت، which is يعني ما أحب كذا. يعني أنا لما أصحى من النوم أعرف شو بسوي طول اليوم هذا، لأن أكون مخططة قبلها بيوم، بس إنه يعني كنسلت حسيت بضياع فجأة، عرفت لي ليه ما عندي بلان بي، فطلعت لي بلان بي سريع سريع. اليوم المفروض أتكلم لكم عن المنتجات اللي استخدمتها بالتان، بس ما أتوقع راح يمديني اليوم. الساعة الحين 3:23 ولابسة ساعة سيرة، ما ألبس ساعة لأن هذه أيام بسوي تان. المهم ما راح يمديني اليوم أتكلم عن منتجات التان، إن شاء الله بكرة أو بعده أكون كذا روقت عشان أعرف أعطي، إن خلاص الحين يعني منتصف اليوم بالنسبة لي يعني جدا مرهق. خلاص أنا من الساعة 5 صباح صاحية. شيء ثاني أبغى أروح أشتري الآيفون الجديد أخيرا، راح أغير هذا صدق يعني ما أعرف إيش اسم هذا، أتوقع إنه إكس أتوقع أو إكس إس صراحة أنا بتضيع وما أعرف عشان فتحت. فبروح أشتري آيفون اليوم إن شاء الله ألقاه عاد. محتارة مرة بالألوان، هل آخذ كحلي هل آخذ أبيض، مرة أبغى أبيض مرة بس ماني عارفة. طبعا أنا عندي جوال ثاني هذا أبغى أغير، لأن خلاص صار له 6 شهور وأنا أبغى أغيره، اخترب غيرت الشاشة تماما من أكثر من 6 شهور، كنت بشتري واحد وقتها بس كنت خلاص يعني راح ينزل آيفون جديد ليش أشتري واحد، خليني أنتظر الآيفون الجديد أحسن لي، إن شاء الله إني ألقى اليوم إن شاء الله. إيش رأيكم بالزاوية؟ أنا ما أشوف شيء يعني، يدوب أشوف هذه الجهة، حاطة الكاميرا داخل الكاب هولدر وما أشوف شيء، وأصلاً ما مو جالسة أشوف الكاميرا، جالسة أشوف الطريق. أنا قررت يعني إنه أي شيء أصوره ما أعيد أصوره مرة ثانية، وشت هاي شخصيتي الجديدة يعني، تغيرت شخصيتي كثير بأشياء التصوير والسوشيال ميديا، كثير كثير تغيرت للأفضل طبعاً، صرت ما أدقق، صرت أمشي كثير، صرت أعدي، ما
مرة ثقة إني داخلة هنا وأبغى باركينج. لا 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 هتاخذه باركينج ولا مش باركينج؟ إلا باركينج. بس مرة ضيق، ما أحب الباركينج الضيق. شكلي ما يلا هو أصلاً. تكنيك نسوي باركينج شيل الحزام عشان أعرف وين أدخل بالضبط. زي ما توقعت ضيق مرة، بس إنه يعني ما عندي خيار ثاني. يعني ابغى انزل واخلص. هنشوف كانت الزاوية معاكم. اليوم صاير كله الاوتفيت رمادي برمادي. احب لما البس رمادي البس كذا مجوهرات ذهبية، مع ان هنا لابسة فضي بس الجهة الثانية اللي لابسة فيه ذهبي. احب اسوي مكس الماتش. ما شريت ايفون لان ما لقيت ايفون، ما لقيت اللون اللي أنا أبغاه، السعر اللي أنا أبغاها، النوع اللي أنا أبغاه، فكل الأشياء ما لقيتها فما شريت آيفون. بس جبت لي كوكيز مرة لذيذ، مرة أحب كوكيز 7 جرام. وشي ثاني شريت من سيفورا روجي المفضل من هدى بيوتي انترفيو. هذه يمكن رابع مرة أجيبها. أول مرة هم رسلوا لي إياه في آر باكج كل الأرواج. أكثر واحد حبيته هذا انترفيو، فكل ما خلص من عندي رحت شريته. مرة أحب لونه، مرة حلو. مش فوكس، الحين فوكس بصراحة. ما أبغى أسوي سواتش، ما أبغى أخربه، واللي عندي لسه يعني ما خلص، كفيني يعني كذا استخدام. بس قلت لازم أشتري عشان ما يخلص اللي عندي فجأة وبعدين ما ألقى عندي. بس هذا اللي شريته من سيفورا وهذا اللي طلعت فيه اليوم. ايش تتوقعون اللون اللي اخذته؟ ابيض ولا الازرق؟ ترى اخذت اللون الازرق. صراحة مرة احلى من الابيض. اسيل اصلا تقول لي ليش تاخذين ابيض؟ اللون الجديد الازرق، فخذي اللون الجديد. صح والله احلى، احلى بكثير من الابيض. فاخيرا اخيرا لقيت اخر حبة عندهم بألف، فيا الحمد لله لقيتها. ولقيت السعة اللي انا ابغاها اللي هي 500 عشان التصوير، لانه هو بيكون جوال تصوير، لانه جوال ايفون 11 هو اللي اصور فيه حاليا. امس كان يوم القهوة العالمي، طلبت لي كبسولات. صراحة ما ادري شلون خطر على بالي اني اطلبهم. العرض مرة مجنون. هذه الكبسولات تكلمت عنها بسناب وبانستغرام ستوري، فقلت بما اني تكلمت عنهم اوريدي بسناب وانستغرام ستوري، ليه ما اتكلم عنهم بعد في اليوتيوب؟ مو اعلان ولا دعم ولا شيء، انا شريتهم بنفسي. هاي ثالث مرة اشتري منهم. مرة القهوة لذيذة. خليني بس افتح الكيسة واوريكم الكبسولات. هذه الكبسولات اللي طلبتها من هنا من كافيك وينديو. المهم هاي الكبسولات شفتها في لولو، سوبر ماركت لولو، واخذت 3 انواع من عندهم. صراحة اول مرة غرني الباكج، يعني حسيت انه مش هالباكج مرة حلو، وقهوة من كولومبيا، وبعدين عرفت انها قهوة مختصة. يعني تخيلوا قهوة مختصة في كبسولة. يوم 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 أخذت كذا نوع وجربتهم وعجبوني. فبعد فترة عرفت إن لهم موقع وحساب الإنستغرام، بحط لكم كل تفاصيلهم تحت بصندوق الوصف. وطلبت من عندهم باليوم الوطني، كانوا مسوين عرض مرة حلو، 4 كبسولات، يعني 4 باكجات كبسولات ب1.90 ريال، وتشز يعني الخصم مرة حلو. ولكن تخيل الخصم اللي مسوينه اليوم بالقهوة أحلى من عرض اليوم الوطني. باكج الواحد ب
11 ريال وشيء، يعني واو سعر لقطة. طلبت أكثر فنتين عجبوني اللي هي كامبايا وغورمي. لذيذة 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 بشكل مو طبيعي، خاصة غورمي. غورمي مرة لذيذة، يعني خلصتها بأسبوع وشيء. أنا أحط كبسولتين بكل كوب فعشان كذا يعني تصير طعم القهوة واضحة. حتى لما كنت أتكلم عنها عن صحباتي وأهلي لما جربوها كبسولة واحدة مرة عجبتهم، فأتوقع هي على حسب المزاج يعني تبون كبسولة كبسولتين. المهم هذول أكثر نكهتين قهوة حبيتهم، كلهم متوسطة الحدة. فأنا بالنسبة لي غورمي يعني نمبر ون، بعدين كامبايا، بعدين جربت فين اللي عندي موزعين كل الأدراج. هذه حقتي كامبايا اللي طلبتها بعرض اليوم الوطني، هذه أورجانيكو، حلوة بس تعتبر خفيفة بالنسبة لي، يعني أنا أفضل الثنتين هذول أكثر. على فكرة ترى مو إعلان ولا سبونسرد ولا دعم، أنا شارية كل شيء بنفسي. وبعد جربت هذه، أوتش أظفر انكسر انكسر كسرة شنيعة كده وراح. مستعجلة. جربت هذول الثنتين الفترة اللي فاتت، بالنسبة لي يعني كانوا كبسولات جديدة بس مرة كانوا قوية، يعني الحدة هي أعلى شيء فيهم بس يعني مو مرة عجبوني زي هذول. هذول عندي يعني الأفضل، فعشان كذا ما رجعت طلبت هذول الثنتين. طلبت هذه ديكاف، ما جربتها من قبل، كنت متخوفة منها لأن حدتها عالية وسعرها دبل سعر الكبسولة هذه، فعرفت اللي قلت ما داعي ديكاف. من شفت العرض عليها انها ب 11 وشي قلت اوكي خلاص نجربها. وطلبت هذه، هذه جديدة علي ما جربتها، اي شيء جديد ما جربتها بجربه اكيد واتكلم عنه بسناب او انستغرام كالعادة يعني على الستوريز. فيا بس قلت اقول لكم عنهم لان اوريدي يعني تكلمت عنهم بسناب وانستغرام. الخصم جدا قوي ب 10 ريال مع الضريبة 11 وشي، مرة قوي. هي اصلا سعرها هدري كم، 35 31 33 ما اتذكر، بس يمكن هذا احلى عرض استغليتها في يوم القهوة العالمي. فبس هذه من الأشياء اللي عجبتني مؤخرا. بردتها صار كذا يعني قصر أكيد لأنه انكسر. مرة زعلانة، بكرة عندي تصوير، ما يصير كذا، هذا ساير مو بحلو معاه. سكن شوي بس بعدل شوي من هنا. بعد شكل سهرة اليوم بقضيها أعدل الآيفون الجديد. أوف أكره شيء في مشوار تغيير الآيفون، البيانات. مرة ما أحب، حطي عدلي سوي شيء جديد، ما أحب، كلها كم من خطوة بس أستثقلها لدرجة مو طبيعية. يعني لو حرفيا ما أحتاج أني أغير جهازي هذاك مستحيل أفكر أشتري آيفون، مستحيل. بس لأنه خلاص هذاك الجهاز الشاشة رايحة فيها ويعلق وحار، عرفتوا يعني لابد أني أغيره. فخليني الحين نعدله ونغيره لأنه أصلا بحتاجه بكرة. خلصت السيتنج والاشياء كلها والتعديلات بثلاث دقائق. اقول لكم يعني الاشياء ما تاخذ وقت، بس اللي ياخذ وقت البرامج، يعني التطبيقات اللي احملهم واحط الباسورد ومدري ايش. شوفوا اهم شيء عندي انه فتح واقدر استخدم الكاميرا وخلاص، هذا اهم شيء. وبعدين عاد الاشياء الثانيه. شوف هذه اشياء جديده علي، فوتوغرافيك ستايلز. المهم الحين بكتشفه وبشوف كيف، عشان أبغى أصور صور حلوة. بعدين مع الأيام الجاية بعدل عليه كل شيء، يعني الأبس، الباسوردز، الخلفية، كل شيء كل شيء كل شيء، خلاص بعدين. بس الحين أبغى بس أعرف عن التصوير أكثر. أوكي خليها كذا. هذا الشيء الجديد اللي قالوا عنه اللي هو السينماتيك. سو يمكن يعني يمكن أصور لكم بعدين على اليوتيوب. الله يجنن، كأنها كاميرا من جد، حبيت. هنشوف هنا، واو تشوفون، واو مرة حبيت. شكلي بصور فيه لليوتيوب، عشان كذا أنا ماخذ الساعة كبيرة عشان يعني أقدر أصور فيه حتى اليوتيوب لما كاميرتي ما تكون معاي. ليش عمل هيك؟ قالك شغلات كتير، شغلات شو؟ لك
يعني. اهلا وسهلا، اليوم اخيرا راح اتكلم عن التان. مره طولت الحين، تقريبا عدى شهر تقريبا. اليوم التاريخ 25 اكتوبر، وانا اسوي اديتنج قبل شوي، قلت خلاص لازم اليوم اتكلم عن التان وانزله بهذا الفيديو، لانه يعني ما راح يكون جزء التان في فيديو ثاني، واصلا مره تاخرت. يعني ادري انه مو وقت تان الحين، يعني خلاص بدا الجو يصير حلو كذا، الجو يبرد، فمعليش ممكن تستفيدون من نصائحي هذه إذا بتسافرون مكان يعني مشمس بتسوون فيه تان، أو السنة الجاية أو اللي بعدها. طريقتي بالتان تقريبا هي واحدة، بس إن هذه المرة قررت إني أغير بالمنتجات. سو راح أتكلم عن كيف نهيئ الجسم قبل التان، ووقت التان إيش المنتجات اللي نستخدمها، وبعد التان كيف أحافظ على اللون لفترة طويلة. عندي هنا المنتجات كلها، فبوريكم إياها وبقول لكم إيش استخدمت وإيش الفترات اللي استخدمت فيها المنتجات. بس قبل كذا خليني أوريكم لوني إلى الآن محافظ على التان. أنا جدا جدا معجبة بالنتيجة، يعني ما تتخيلون قد ايش انا هذه المرة يمكن احلى مرة وصلت فيها لون تان عن كل السنين اللي فاتت. هذه المرة احلى مرة وصلت فيها اللون التان اللي انا من جد ابغاه، اللي يكون كذا بني على ذهبي، مو احمر مو جولد. انا بالعادة احب يكون لوني كذا على ذهبي، بس يعني يكون تان خفيف. بس هذه المرة قلت ما ابغى هذا التان الخفيف، يعني خلاص ابغى لون مرة مرة غامق. وبالفعل يعني غمقت مرة مرة بزيادة عن كل مرة. بحط لكم هنا صور بانستغرام، كنت مصورة اوتفيتس يوضح لكم شوية تان. يمكن شوي بدل اللون يخف، بكمل تقريبا شهر. اخر مرة سويت فيها تان كان ب 30 سبتمبر، كان اخر يوم اسوي تان. بعدها خلاص ما عاد يعني رجعت حطيت تان ولا حطيت ولا شيء، خلاص بس مهتمة بالترطيب. فيمكن يعني اللون شوي متغير او انه بدأ يخف، خاصة هنا من جهة اصابعي، يعني بديت احس انه خلاص بدأ اللون يخف كثير، بس انه يعني متناسق عرفتوا. فيا خلينا نتكلم عن التان. سو بالنسبة لأول الخطوات قبل التان، ما عندي منتجات أوريكم إياها، ولكن هي يعني بس خطوتين مهمة أنكم تسوونها قبل التان. أول شيء إزالة الشعر. لو كنت تسوين أنت جلسات ليزر، فيفضل أنك تسوينها قبل التان، بحيث أنه خلاص وقت التان وبعد التان تتوقفين عن جلسات الليزر. أصلا يصير لون البشرة مرة غامق، العيادات ترفض أنها تستقبلك، لأنه يعني البشرة الداكنة ما ينفع لها الليزر، يسبب لها حروق. فما أدري يعني عن العيادات اللي تروحون لها، بس إنه أنا سبق وصار لي هذا الشيء ورفضوني العيادة، قالوا إن أنت مرة لونك صار غامق، فلا انتظري كذا شهرين 3 شهور وارجعي لنا. وبالفعل يعني أيام، ما أدري متى كنت أسوي ليزر، ممكن من 5-4 سنين. فأهم شيء إنه إزالة الشعر. لو كنت تسوين جلسات ليزر خلصيها قبل التان، ولو كنت تزيلين الشعر يعني بالموس، الحلاوة، الآلة، عادي تقدرين تسوينها قبل التان، وقت التان، بعد التان عادي، بس إنه مرة مرة مهم إنك تشيلين الشعر قبل التان بأي طريقة كانت. بس يوم اللي بتسوين فيه تان أو الأيام اللي راح تبدين فيها التان، يفضل إنه يعني تزيلين الشعر قبلها، بلس تقشير الجسم. تستخدمين أي مقشر مرتين بالأسبوع قبل لا نبدأ بالتان. هذه الخطوات مرة مهمة علشان اللون أو التان يصير مرة حلو على البشرة، ما يتكتل ما يتقشر، فيصير مرة صافي. وفي يوم التان يفضل نحنا نبدأ نستخدم مواقع الشمس على البشرة وعلى الجسم. فأنا بالنسبة لي كنت أستخدم واقي الشمس على البشرة وعلى الجسم. فهذا بخاخ واقي شمس أخذته من وايتس، هو مرة حلو أصلا، خالي من الكحول، خالي من الباربين، خالي من الزيوت المعدنية والألوان، وفي SPF 50. مرة مرة كويس خاصة الأيام التان. أنا ما حبيت ريحته بالنسبة لي مزعجة، كأنها ريحة صبغ، عرفتوا لما نصبغ الجدار، يعني هذا البويا. يعني بالنسبة لهذا المنتج، هذا سبري أويل أو بخاخ واقي من الشمس، فيه طبعا حماية من الشمس، مرة حلو، مقاوم للماء تقريبا ساعة ما أدري كم، بس ساعة وشي، يعني مو ساعتين ولا ساعة، ساعة وأكثر يعني. وتركيبته مرة كويسة للجسم، فيه مواد مرطبة زي جوز الهند، مستخلص الموز والجزر. يعني هذا المنتج أقدر أقول لكم هو أفضل منتج، وهو اللي من جد خلى لون التان رائع رائع رائع. كنت أستخدمه طول فترة التان، كل يوم قبل لا أبدأ أسوي تان، قبل لا أحط كريم أو لوشن أو زيت التان، استخدم هذا البخاخ على كل جسمي. طبعا الوجه لا، انا عموما ما اسوي تان لوجهي، ف
ما عندي أي خبرة في تان الوجه أو منتجات تان الوجه، أنا بس أسوي تان الجسمي. فهذا سبري أويل أو بخاخ واقي الشمس يجنن، من ماركة بنانا بوت. أتوقع أنه عندهم أكثر من رقم، يمكن في 6 في 8 في 2 بعد، بس هذا اللي لقيته بآي هيرب وأخذته من آي هيرب. هذول الاثنين يعني من الضروريات ومن يعني المنتجات المهمة جدا جدا وقت التان. سو زي ما قلت لكم هذا يعني أستخدمه كل يوم كل يوم وأنا أسوي تان. أول الأيام كان عندي هذا المنتج، هذا اللوشن من ماركة ماو بيبي، أتوقع كذا اسمها Amazing ماو بيبي براونينج لوشن. كنت أستخدم العام وكان باقي منه يعني جزء مرة قليل، فكفاني تقريبا بس 4 أيام. رائع رائع رائع، اللون مو طبيعي. هذول الاثنين سوا استخدمتهم 4 أيام، حرفيا طلع لي لون من 4 أيام، وأنا من النوع اللي جسمي ما يمسك لون بسرعة، بس هذول الاثنين مع بعض بخلال 4 أيام كنت أسوي تان فيهم. يعني مو طبيعي قد إيش اللون من أول أسبوع، عرفتوا اللي حسيت إنه في فرق. مرة مرة حلو هذا اللوشن، بس للأسف إنه وقتها خلص من عندي، ما كان راح يمديني أطلب من آي هيرب وما لقيته عندنا بالصيدليات، فاضطريت إنه أستخدم منتج ثاني اللي هو هذا. كان باقي بعد موجود عندي من العام، تقريبا كان باقي النص، وأسيل كانت تستخدم منه وأنا وياها كنا نسوي تان نفس الوقت، فاضطريت إني أستخدمه عشان نخلصه بعد. هذا كنت أستخدمه كل سنة، يعني كل سنة كان هذا التان حقي اللي هو هذا زيت الأسمرار بالجزر. بالنسبة لي والتجربتي أنا والجسمي اللي ما يمسك لون بسرعة، يعطي لون تان جولد ذهبي، مو بني مو أحمر. في سلبية واحدة بس، إنه مرة يطول لمن يمسك لون التان على جسمي، هذا لا بسرعة بسرعة يعني مسك اللون على جسمي مرة حلو. حلو في هذا انه قوامه زيت فما يبقع على الملابس، عكس هذا، هذا اللوشن اخف من الكريم بس انه يطبع على الملابس ويطبع على المنشفة، بس انه يروح بالغسيل. هذا لا، هذا عادي يعني ما يطبع ولا شيء. والحلو بعد فيه انه يطول التان علي، يعني لما جربت السنين اللي فاتت صح انه يعطيني لون جولد، لون كذا تان حلو مغامق مو عادي، لا لون تان ويطول، يعني يطول أكثر من 2 شهر لون تان واضح فيني، فهذه ميزة حلوة له. ولكن بصراحة يعني لما استخدمت هذول الاثنين مع بعض يعني أبغى أستخدمهم دائما، يعني حتى السنة الجاية ممكن أرجع لنفس هالمنتجين. هذا ما أتوقع أني أرجع له، بس قلت لازم أقول لكم أني استخدمت، لأني أنا يعني استخدمت منتجات تان كثيرة هذه المرة. بعد ما خلص زيت التان هذا من بيز لاين حسيت أنه لا يعني لسه أحتاج لون تان أكثر، فشريت هذا من صيدلية النهدي. هذا الوحيد اللي كان متوفر وقتها، يعني آخر سبتمبر كان هذا الوحيد المتوفر في الصيدليات، يعني كخيار أنه أنا أبغى أجربه في أنواع ثانية، بس أنه ما كانت عجبتني صراحة. اللون اللي عطاني اياه واو، ما توقعت يعني ما توقعت اللون مره قوي. هذا المنتج حرفيا بعد ما استخدمت هذا كنت خلاص ما راح ارجع له، هذا خلاص ضمنت نفسي اني ما راح ارجع له. يعطي لون مره خفيف مره بسيط، وانا صرت يعني ابغى لون غامق، فيا هذول الاثنين سوا يا هذول الاثنين سوا. هذا خلاص ما راح ارجع استخدمه، يعني من بعد ما شفت النتيجه المنتجات هذه رائعة جدا جدا جدا. الكارتسان هذا دائما كنت أشوف عليه مدح، أوائل المنتجات اللي الناس بدأت تستخدم هذا التان والكل كان يمدحها، ولكن أنا عندي معه مشكلة مرة، سبب جفاف البشرتي بشكل مو طبيعي مو طبيعي. يعني صح أنا التان يسبب لي جفاف البشرتي، وصح أنه أهتم بالترطيب مرة كثير خاصة بعد كل شاور، يعني كل يوم أسوي تان آخر شاور أرطب جسمي. بعد ما استخدمت هذا جسمي تقشر شكل مرعب، ابغى اوريكم صور، ما ابغى احط الصور هنا دايركت، بس اني ابغى اوريكم اياها من جوالي زي كذا، عرفتوا اللي حسيت ان بشرتي صحراء قاحله. فيعني مره مره سبب لي جفاف مو طبيعي على كل جسمي، على كل جسمي مو منطقه واحده، على كل جسمي. وانا اعرف ان بشره جسمي جافه جدا جدا جدا. هذه الصوره كانت ب 27 سبتمبر، في يوم 30 سبتمبر كذا صار جسمي، تخيلتوا كذا صار كل جسمي قشور دائرية كذا قشور دائرية مرة غريب. أنا بالعادة يصير في جسمي، وين الصورة؟ إيه هذه الصورة، يصير بجسمي زي كذا، أوكي هذه القشور اللي تجي بجسمي، فلما كذا أمسكها تطيح، لأن أنا بشرة جسمي مرة 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 جافة مرة جافة، فلازم أستخدم كريمات مرطبة قوية فيها نسبة
يوريا عشان ترطب جسمي بشكل مو طبيعي وما احتاج يعني بعدها ان استخدم شيء ثاني. فلازم كريم مرطب فيه يوريا وما في نسبة كحول او عطور، وانا هذا الشيء اعرفه من اول. بس مع التان يصير جسمي جاف جدا جدا جدا، يعني هو جاف جدا لا يصير جدا جدا جدا. فهذا شوي صدمني لان ما بينت النتيجة الا خلاص من قربت اخلصه او اخلص ايام التان. فصرت استخدم معاه زيت الارجان، هذا صرت احط زيت ارجان ومع الكارت سن. شوي هو قوامه شمعي ثقيل مره، غريب قوامه، حتى ريحته مره مو حلوه، مو حلوه ابدا. ويطبع على المنشفه، يطبع على الملابس. بس اللون اللي اعطاني اياه لون رهيب رهيب رهيب، يعني غامق بشكل مو طبيعي، فحبيته. بس يعني سبب لي اثار جانبيه، بس عندي الحل وحليت الموضوع ان اعرف مشكلتي واعرف الحل. فاي بس هذول بالنسبه لمنتجات التان اللي كنت حابه اتكلم عنها. هذول المنتجات الثلاثه رائعين جدا جدا، واتوقع هذا كان السر ان يخلي التان عندي كذا قوي واضح. حتى طول يعني فتره مره طويله، الحين عدينا اكثر من شهر ولون التان لسه حلو ولسه واضح ولسه يجنن ولسه ابغى يكون لوني تان. في منتج بعد كنت استخدمه وقت التان هو المياه المعدنيه هذه. انا ما احط تان على وجهي، فوقت التان اغطي وجهي بالكاب بالقبعه وابخ من هذه المويه. هي المياه معدنيه تعطي ترطيب للوجه حتى للجسم، حتى تكون مره بارده لانها بهذه العلبة منعشة جدا. فبس يعني أهم شيء أحط واقي الشمس على وجهي، وبعدين كذا وأنا أسوي تان أبخ من هذه المياه المعدنية على وجهي حتى على جسمي يعني بس عشان يترطب. سو هذا بالنسبة لمنتجات التان. بالنسبة لطريقتي بالتان، طريقة مرة بسيطة سهلة ما فيها أي تعقيدات، بس لازم تكون فيها صبر شوي. أول شيء زي ما قلت لكم جسمي ما يمسك التان بسرعة، فلازم أسوي تان أكثر من 5-6 مرات 9 مرات يعني يدوب يمسك اللون أو التان بجسمي. ثاني شيء وأهم شيء إنه قبل لا أبدأ أحط أي شيء من هالمنتجات وقبل لا أروح المسبح أو البحر لازم أغسل جسمي بالموية. لازم، هذا أول شيء، سواء أسبح ولا يعني أروح للشاور وأغسل جسمي، وبعدها أبدأ أحط واقي الشمس للجسم وللبشرة. بعدها كده تقريبا بعشر دقائق 15 دقيقة أو حتى 5 دقائق يعني على حسب، أحط واحد من هالمنتجات، يا أما اللوشن أو الكريم أو الزيت، واحد منهم بس. أنا ما استخدمتهم كلهم فترة واحدة، هذا استخدمته وخلص، بعدين هذا استخدمته وخلص، بعدين هذا استخدمته وخلص. فهذا الوحيد اللي كان معاي طول الفترات، طول ما كنت استخدم هالمنتجات هذا المنتج الوحيد اللي كنت استخدمه معاهم. انه اول شيء زي ما قلت لكم انه واقي شمس، ثاني شيء حبيت نتيجته مع اللوشن فيعني استمريت عليه. فبس احط واحد منهم واتشمس، بعدين اروح المسبح او البحر، بعدين ارجع انتظر شوي احط واحد منهم مره ثانيه، وهكذا. يعني مدة وقت التاني اللي أنا أسويه تقريبا 2 ساعة وشي، يعني ما بين المسبح ما بين إنه أنا أتشمس. ما في قانون، ما في قاعدة معينة. أحب أكثر شيء أن أسوي تان من بعد 9:30، يعني خلينا نقول 10 أبدأ أسوي تان، إلى تقريبا 12:30 1:15 بالكثير، يعني 1:15 خلاص يعني ما أحب شمس الظهر. فأنا بالنسبة لي شمس الصباح هي أفضل شيء، ما أحب مرة بدري الصباح، يعني 8:00-9:00 أحس مرة بدري، يعني الشمس ما تكون مرة قوية مرة حارة. فأحب هذا الوقت اللي يعني من بعد 10 إلى 12 وشي تقريبا. بالنسبة لي أهم خطوة بعد التان اللي هو الترطيب. أنا بالنسبة لي الترطيب مهم بقدر أهمية منتجات التان، يعني مو أستخدم منتجات تان وأتشمس وأتعب ومدري إيش وبعدين ما أرطب. أول شيء ما رح يصير اللون حلو، ثاني شيء بسبب لي قشور أو حتى حروق، لأنه يعني إذا إحنا رح نسوي تان لفترات طويلة إلا لابد إن في منطقة تحترق بالجسم. فالترطيب واحنا نسوي تان، ايام اللي نسوي فيها تان بعد الشاور مره 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 مهمه. انا بالعاده اليوم اللي اسوي فيه تان اخذ شاور بعدها ارطب جسمي بكريم مرطب خالي من الكحول العطور. احيانا صدق اني اتكسل وبسرعه استخدم زيت معطر او بسرعه احط اي لوشن كذا قدامي وخلاص، يعني انه خلاص يعني ابغى اروح ولا اطلع ولا اسوي شيء. ولكن بعد ما طلعت لي القشور الرهيبه بديت يعني اللي اهتم بزياده، فوقتها كنت استخدم 3 مقشرات عشان ابغى القشور تروح. يعني اليوم اللي بعده بسوي تان ولسه جسمي فيه قشور، فصرت استخدم مقشر ما نفع، المقشر الثاني ما نفع، استخدمت مقشر بالقهوه ومقشرين عندي بالسكر ما نفعوا. ف
صرت أرطب جسمي. لما أرطب جسمي بكريم ترطيبة مرة قوي تروح القشور، بس إنه يعني ما تروح فترة طويلة، يوم يومين بالكثير وترجع لي، لأن أكون متعرضة وقتها للتان. فمن تجربتي من خبرتي كيف راحت القشور اللي بجسمي، استخدمت منتجين مع بعض مو طبيعي قد إيش، خرافيين رهيبين. أول شيء هذا المنتج وبعدين هذا المنتج. من فترة طويلة وأنا أشوف إعلانات البيت الصابون اللبناني، صنفرة السكر للجسم بالليمون والزنجبيل، وإنها أحلى صنفرة بالحياة ومدري إيش، كنت أقول أوكي يعني صنفرة سكراب مقشر أوكي حلو، بس يعني مو لدرجة إن الناس تمدحها بشكل مو طبيعي، وخاصة هذا النوع، إن في أنواع ثانية عندهم بس أكثر شيء يمدحون الليمون والزنجبيل. فوقتها كان في خصم اليوم الوطني في بوتيكات، وكان بعد في خصم البيت الصابون اللبناني، فقررت أن أشتري الصنفرة. وزي ما قلت لكم كنت أستخدم مقشرات، فوقتها ما كانت القشور تروح من جسمي، لما استخدمت هذا السكراب، ما أدري شو أقول صراحة عن هذا السكراب، مو طبيعي. من أول استخدام استخدمته وبعدين استخدمت هذا الكريم المرطب، 80% من قشور جسمي راحت، وبعدين بعدها بيوم استخدمتها حرفيا القشور راحت. يعني ما شاء الله ما شاء الله هالمنتجين سوا، ما عاد شفت القشور بعدها. خلاص شوفوا بشرتي كيف اصلا سايرة، تجنن فيها لمعة ومرة مرة مرة حلوة، يعني مو طبيعي قد ايش. هذا المقشر مع هذا الكريم من يسرين اللي هو انتنسيف ريبير لوشن، خلوا بشرتي ترجع نفس اول واحسن بعد كذا، هيلثي جلوي صحية تلمع. يعني ما استخدم دائما المقشر، بس مرة بالاسبوع سيرا استخدم، الان صار لي شهر تقريبا من بعد اخر مرة سويت فيها تان، تقريبا بس مرة واحدة استخدم المقشر، وهذا لا كل يوم بعد الشاور. احيانا اتكسل واستخدم الزيت المرطب اللي يكون فيه عطور، بس انه مرة بالاسبوع خلاص يصير بعدين استخدم هذا اللوشن. حتى خلاص اللوشن قرب يخلص من كثر ما انه صار استخدمه كثير. خليني اوريكم المنتج من داخل، هذا شكل المقشر من داخل، شوفوا قد ايش مليان زيت، ريحته تجنن تجنن مره مره حلو، وكميته مره كثيره، يعني قليل منه يكفي كل الجسم. طبعا انا ما استخدمه على طول كذا، لا اخلطه واطلعه بصحن واستخدمه من الصحن، يعني زي ما انتم شايفين الزيت يكون فوق، فلو أخذت المنتج اللي فوق بأخذ الزيت كله معاه، فلازم أخلطه. ما أدري قد إيش راح أمدحه، يعني صراحة أتعب وأنا أمدحه، هو اللي أخفى القشور بجسمي مع الكريم. يعني أنا ما استخدمته بدون الكريم، أنا استخدمتهم اثنينهم سوا، اثنينهم رائعين. طبعا خطوة الترطيب بعد التان مرة مهمة عشان اللون يبقى يعني ويطول الفترة، فالترطيب أهم من التقشير بعد التان، بس اثنينهم سوا مهمين. يعني هذا المرطب من يسرين أنا أول مرة أستخدمه هذه الفترة، المرطب مو طبيعي قد إيش، رائع رائع رائع. هو intensive repair lotion، في مادة تقشير بس تقشير مرة خفيف، بس عشان يعطي لمعة ونضارة للجسم، اسمها ألفا هيدروكسي. طبعا هو خالي من العطور خالي من الكحول، وزي ما قلت لكم أهم شيء يكون في نسبة يوريا، لأن أنا مرة مهم ترطيب جسمي انه يكون المرطب فيه يوريا عشان الجفاف اللي بجسمي. فهذا اللوشن جدا رائع، اخذته من اي هيرب، عندهم انواع مره كثيره، هذا النوع اللي انا اخذته، اكيد بحط لكم رابط المنتجات هذه كلها تحت بصندوق الوصف. وبس الله يسلمكم، هذا كان كل شيء بقول لكم اياه عن التان، اتمنى انكم استفدتوا من الموضوع، حتى لو ما يهمكم اتمنى ان موضوع الترطيب يعني فادكم باي شكل كان. وبس هذا كان كل شيء، اشوفكم الفلوج الجاي، مع السلامه.